وعايز اتكلم بمناسبه اللي موفقوش وقدموا عروض هايله جدا جدا جدا. بهني رجال كره اليد، رجال كره اليد اللي كانوا قريبين جدا جدا من الميداليه البرونزيه النهارده، ولكن قدر الله ما شاء فعل، كانوا بيلعبوا بطل اوروبا اسبانيا، وطبعا تقريبا يعني كانت جول هدف 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 لحد ما قربنا قوي، ولكن في النهايه فرقت اسبانيا بهدف وبقوا هدفين، فكان من الصعب ان احنا نجيبهم لان كان الوقت تقريبا خلص. ان شاء الله ربنا يعوض في اللي جاي اكبر الخير باذن الله لابطالنا والمصر ان شاء الله. مش مهم تقع، المهم انك لما تقع تستفاد من الوقعه ديت، المهم لما تقع تقوم على طول وتقاتل علشان توصل لمنصات التدويب. كلنا فخورين بكل مصري حاول يعمل حاجه لبلده ونجح، وحاول يعمل حاجه لبلده ولم ينجح. كل مصري بيعمل عايز يعمل حاجه لبلده في اي مجال تاني كلنا وراه، كلنا فخورين بيه، لان مصر غاليه علينا جدا وتستحق مننا الكثير والكثير.